جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل ترون أن الصلاة السنة بعد المغرب وكذلك بعد العشاء مع أفراد الأسرة في البيت يعتبر هذا عملا مشروعا أم توجهون إلى شيء آخر؟ صلاة السنة في البيت أفضل، صلاة السنة في البيت أفضل، لأن يصلي الراتبة في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وأما أنه يصلي مع أهل بيته جماعة فهذا غير مشروع. نعم.